صار الشاي جاهز. برافو عليكي. فيكم تبشروا الطعام؟ يلا. مو تقطعوا الطعام؟ لا لا هاتي. في مسلسل هلا بجنن اسمه قلوب منسية. هزورة انسي لي قلبك وقومي تعشي. يلا. ما بدي. ايه قومي بلا غلاظة هزورة. مو جاي من قلبي اكل وقدري جوعان. اذا بدك بطلع لنا الاشياء. لا ما بدي. ما بدي احط له اياها واطي هالمرة. شو عرفك هلا ما يكون طارق له عشا غير شكل؟ لا هو ما بيحب ياكل اذا ما كنت جنبه، قال ما بتنفتح قابليته. انت قومي حبيبتي، قومي كلي لك لقمه، لساتك على لحم بطنك من الصبح. ما بدي يا حرام، هو ما اكل منيح على الغدا، كمان بده ينام بلا عشاء، والله حاسه بالخيانه اذا اكلت. يا ربي لسه بلا غدا وبلا عشاء، خلصينا. قومي كلي لك لقمتين على اساس هو هلا قاعد عم يبكي على الاطلال. قومي. والله هيك حاسه بالخيانه، يعني قولتكم اكل؟ لك لا خيانه ولا شيء، قومي كلي بقى. اعطيني البيض. طيب خلص بعديلي بعديلي مسومه، صبي لها شاي. هاتي خبز، صبي لها شاي. وين قلبي صحن البيض؟ تعالي قولي لي ان شاء الله صحه. لا ما تقولي نور ما طلعتني. خلص تسوي. مين قال البيض؟ انا مسومه.